بسم الله الرحمن الرحيم ويسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فيا أيها الطارق به متمسكا مجلة في كل حال مبجلة هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والجنى فما ظنكم بالأجر عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب العرش والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عش ما شئت شأنك ميت واحبط من شئت شأنك مفارقا هكذا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع طب القلوب وشفاء الصدور ألا وهو القرآن الكريم والتي يتلوها على أسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية واتحاد الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم القارئ والمقيم بهذه البلدة ندعو له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى فأراه الآية الكبرى
فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. صلى الله عليه وسلم.
أسرار أنا ربكم الأعلى فأخذه إن في ذلك لعبرة حق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو الذي ملأ بنوره أرضاه وسماه وهو الذي أعطاك صوتا ما أحلاه لتقرأ به القرآن يدخل إلى كل قلب ذاكر أواه بل جمعنا الله دائما في بيت من بيوت الله نتدارس فيه جميعا آية من آيات الله وسنة حبيبه المصطفى كما قال سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كمان مرة واثنين وثلاثة بعد إذنك أهل القرآن يقولك من جميع البلاد ختامه مس إن في ذلك لعبرة Shall go forth and
أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها متاعا لكم ولأنعامكم لا خلق الإنسان من علق اقرأ
المسلمين ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم واكفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جميعا توفنا وأنت راضٍ عنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك ربي خلقت عيسى عليه السلام من غير أجر وعلمت سليمان منطق الطير التي تأكل الحمل ودفعت عن مريم العذراء التي طعنت في شرفها بالقصف والسب ونجيت يونس من الظلمات ويوسف من الجب وأهلكت فرعون الذي دعا النهر وأحببت الحبيب حب ليس بعده حب وصفت نوحا بأنه كان عبدا شكورا ووصفت أيوب بأنه كان أوابا صبورا وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت ماء طهورا وألقيت قميص يوسف على وجه أبيه فارتد بقدرتك بصيرا وأرسلت محمد البشير وله من الأسماء أربعة محمد أحمد هادي ومعتصم وخلقت برسول الله أربعة الكرسي ثم العرش ثم اللوح والقلم ولولاه صلوات ربي وسلامه عليه ما كان في الإسلام أربعة حج ومنى ثم بيت الله والحرم هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع خير حديث لا يمل السماع وصوت يترقبه كل استماع عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل ألا وهو القرآن الكريم والتي تلها على مسامع حضرتكم قارئ جمهورية مصر العربية وفخر قراء محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم القارئ والمقيم بسروحي أيها السادة قبال عندكم جميعا وعودا السنة الجديدة إن شاء الله.